التعايش السلمي شعار هذه المؤسسة بمدينة وارغم. إنها مؤسسة الجسر التي يشرف عليها السيد محمد المنصوري. تنتهز مؤسسة الجسر كل سنة بشراكة مع بلدية وارغم شهر رمضان المبارك لتحسين الصورة الذهنية للإسلام والمسلمين في بلجيكا، وتصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي، للحفاظ على قيم العيش المشترك بين أبناء الجاليات المسلمة والبلجيكيين. وقد كان لقناة المواطن الحظ في لقاء مع رئيس هذه المؤسسة، والذي قال: السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد المنصوري رئيس جمعية الجسر اللي منظم هذا اللقاء هذا، وهذا اللقاء هو لقاء إفطار تواصلي ما بين المسلم وغير المسلمين، وهذا هو هدفنا من خلال الجمعية. جمعية الجسر هي جسر للتواصل، للتفاعل الإيجابي في المجتمع، حتى نبلغ رسالة الإسلام السامية، هي رسالة العدل والمساواة والرحمة والحرية. ومن خلال هذا اللقاء إن شاء الله كانت هناك ارتصامات جيدة مع إخواننا البلجيكيين، وهذا ما نرنو إليه ونصبو إليه، حتى يعني تكون هناك رابطة قوية في هذه المدينة للتواصل والتعاون البناء، لتربية أولادنا ولخدمة المجتمع الذي نعيش فيه. يعتبر شهر رمضان ببلدية وارغم مناسبة للمسلمين وممثلي مختلف الأديان والمذاهب السياسية للالتئام حول مائدة إفطار جماعية لتقاسم الفرحة والتعايش المشترك والسلمي. فكل سنة تنظم جمعية الجسر حفل إفطار الذي يهدف إلى التقاسم والحوار والعيش المشترك، والذي يحضره سياسيون ورؤساء الجمعيات المكلفة بالطوائف الدينية والمجتمع المدني. وقد قامت قناة المواطن بأخذ بعض التصريحات بعين المكان، وهي كالتالي: Goedenavond, ik ben Lieven van Houten, ben voorzitter van de Vrijzinnige Vereniging van Waregem. En sinds jaren hebben wij een goede samenwerking samen met de WZ Tweede Brug, omdat wij ook als verschillen we van overtuiging of van geloof, het is toch zeer belangrijk om de verrijkende werking van elkaar te leren kennen. Ik heb Mohammed zijn twee handen op één buik en eigenlijk kent iedereen mij zeer goed binnen de VZ Tweede Brug en de werking die zij ontplooien. Het is zeer positief dan ook van op een iftar, voor mij is dat ook een mooi feest, aanwezig te zijn om ook beter de gemeenschap, de Marokkaanse gemeenschap in Waregem te leren kennen, maar vooral te ondersteunen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tijani Boulawalia. نحن الآن هنا في إفطار جماعي بمدينة وارغم من تنظيم مؤسسة الجسر بالتعاون مع بلدية المدينة هنا في بلجيكا. وهذا الإفطار في الحقيقة هو مناسبة مواتية لأن ننفتح على الآخر غير المسلم، لاسيما في هذا المجتمع المتعدد الثقافات والأديان. هذا المجتمع الذي تتعايش فيه شرائح مجتمعية من مختلف المشارب والأطياف والأصول، ومن خلال مثل هذه المبادرة يمكن لنا أن نتقارب أكثر، بل ونعرف بحقيقة الإسلام. Hallo, ik ben Bianca Roos. Ik woon in Toornhof. Vanavond zijn we hier samen met de moslimgemeenschap, want zij hebben een avond georganiseerd zodat wij ook eens kunnen meemaken hoe het is om s'avonds te eten tijdens de Ramadan. Wij vinden het super leuk om hier te zijn. Ik heb hier heel veel bijgeleerd. Het is heel lekker eten, het is vooral heel veel. En ik ben heel blij dat jullie, of dat de moslims van onze wijk dat hebben willen organiseren. Dus dank u wel. Hallo, ik ben Veerle de Koning. Ik was vroeger gemeenteraadslid in Waregem en ik vond eigenlijk een heel interessant initiatief om in deze wijk van het Torenhof een iftar te organiseren voor iedereen die in deze wijk woont. En daarom kwam ik ook eens kijken.